سعيد عالمي ونور الدين عياش. هذا غير مهني، أعتذر، هذا أسلوب غير مهني من قبل السيد السفير أو ماذا يسمى. هل من حقي أن أستمر في حديثي الآن؟ أعتذر، يقول الرئيس. أعطي كلمة للسيد مندوب المغرب. شكرا السيد الرئيس. أولا، هذا الشخص الذي يجلس ورائي ليس من حقه أن يحكم على ممثل لدولة عضو. ثانيا، منذ أكثر من أسبوع وفدي وزملائي هنا في القاعة واستمعنا إلى مختلف المستتمسين. هناك من يتفوهون بأكاذيب ومن يكرر هذه الأكاذيب وهم مستمرون في ذلك، ولأن هذا الشخص يستخدم هذا المنبر للجمع العام لكي يعتدي على بلدي وبشأن موضوع لا يمت بأي صلة مع موضوع الصحراء المغربية، وهو يذكر هنا أسماء أشخاص لا يمتون بالصلة بالموضوع ويتفوه بأكاذيب وشتائم لا تمت بصلة مع الصحراء المغربية. إذا أرجوك سيدي الرئيس أن تطلب من هذا الشخص الذي يود إضفاء الطابع المؤسسي على الجمعية العامة واللجنة الرابعة للاعتداء على دولة عضو أن يتوقف وأن تمنعه من التحدث، لأنه هنا لكي يتحدث عن مسألة الصحراء المغربية ولكنه يتفوه بأكاذيب، وهو ليس هنا لكي يناقش أو يشير إلى مسائل أخرى غير مسألة الصحراء المغربية. وشكرا. شكرا للسيد مندوب المغرب على هذه الملاحظات وقد أحطنا علما بها. السيد ردوي، يمكنك أن تستمر، ومع ذلك أرجوك أن تركز على مسألة الصحراء الغربية. في المغرب وفي الصحراء الغربية يتم إلقاء الأشخاص في سجون سرية ويتم اتهامهم بتهم لمجرد أنهم يقولون الحقيقة ويتم إخماد أصواتهم وتشويه سمعتهم. وأعطيكم أمثلة هنا، السعيد العالمي وغيرهم ممن تم قتلهم أخيرا مثل ياسين شبلي. السيد غدوي، رجاء، أن تتوقف السيد مندوب المغرب. سيدي الرئيس، وفدي لن يسمح على الإطلاق لهذا الشخص بأن يستخدم هذا المنبر لكي يعتدي على المملكة. رجاء أن توقفه عن الحديث هذه المرة الثالثة. لا يمكنه أن يستمر ولا يمكنه أن يستخدم الالتماس في الصحراء المغربية لأغراض أخرى. هذه هي صلاحياتك سيدي الرئيس وأرجوك أن توقفه. أعتذر. رجاء أن تنسحب. لديك 60 15 ثانية، رجاء أن تستخدمها بحكمة. أريد أن أدلي ببياني، وهذا أسلوب غير مهني لأنك تقاطع الناس. لا يوجد من يقاطع الملتمسين، يتحدث منذ 2 ويستخدمون أساليب التعذيب وغيرها. رجاء أن تنسحب من طاولة المتحدثين.